مثل كل سنة بهالوقت بينطرق اللبنانيين افتتاح موسم البحر للنزول إلى المسابح والشواطئ والترفيه عن أنفسهم، إلا أن هيدي العادة تأثرت خلال السنوات الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية يلي عم بيعاني منها لبنان. ولكن ورغم كل الصعوبات بيبقى هيدا الموسم السياحي واعد، مع توقعات بأنه يوصل أعداد كبيرة من المنتشرين والسياح إلى لبنان خلال أشهر الصيف. فماذا عن أسعار الدخول إلى المسابح والمنتجات من مأكولات وغيرها داخل المسابح؟ اليوم نحن رايحين على مؤسسات سعرت كلها 1 دولار، وهالشي بثبت السعر بالسوق، لأنه الدولار طبعاً الحمد لله اليوم ثابت، بس ما حدا بيعرف وين رايحين. لازم نأكد على أنه نسبة الأسعار كانت لما بتجمع ب 2018 على شاطئ اللبناني كله سوا كانت 22 دولار، اليوم 7 دولار ونص لمويان. المؤسسات اليوم تتراوح أسعارها من 4 دولار لل 20 دولار. في بلبنان 4 5 6 مؤسسات هن 5 نجوم مسعرين من 30 لل 35 ويمكن في واحد منهم 40 بالويك اند. على المواطن انه يطلع على الاسعار قبل ما يجي، مش يشكي، لانه الشكوى ما بتوصل لمطرح. نحن باقتصاد حر، خلينا نتفاهم على الموضوع. حضرتك مسؤوليتك، انا مسؤوليتي اعلن عن اسعاري على الباب، انت مسؤوليتك على كل وسائل التواصل والتلفن قبل ما تروح وتسال وتطلع على الاسعار، وعندك حريه تنقي وين بدك تروح. أهم مؤسسات بلبنان اليوم كانت مسعرة بالصيف هيدا بالهيدا الشهر أيار 5 دولار على الدخولية، أوكي، وأنا واحد منهم. مش عم بعمل دعاية لحالي، عم بقول هاي الناس كلها بتعرف هالشي لأنه وجودي كل وسائل التواصل. ليش أنت بدك تختار أبعد من قدرتك وتشكي من الموضوع؟ أنت جاي على مؤسسة مفروض تكون مطلع على السعر، إنفو أنت مطلع على السعر، ما عندك أبدا مجال أنك تشتكي وتقول أنه ليش غالي. في نحن باقتصاد حر، في مارج بالاسعار من ال 4 دولار لحد ال 20 و25 دولار، وفي 4 5 مؤسسات بالبلد هن ابعد من هيك بالسعر، لانه كلفتهم ابعد من هيك ولانه خدماتهم اعلى من هيك. ما حدا بيتمنى انه يقبض مصاري بدون ما يكون عم بيعطي الخدمات المطلوبه. احنا اليوم خلينا نكون واقعيين، مسؤوليه المؤسسات بقرار من وزير السياحه مشكور انه نعلن اسعارنا على الباب، معلونة أسعارنا على وسائل التواصل كلها سوا، الإعلام مغطى هالأمور كلها سوا. بتمنى على المواطن أنه يطلع على الأسعار مش يشكي، وهو الخيار لإله، والمؤسسة اللي ما بتستجيب لرغبته يعاقبها وما يجي عليها مرة تانية، والمؤسسة اللي بتستجيب لرغبته هو زبونة رح يضل زبونة. استاذ جان، يعني الخدمات اللي بترافق الدخول إلى المسبح، الأكل، المطعم، ولد استحلى خبرية من هون، قديش كمان هامش انه يكون الاسعار مقبولة بهذا الموضوع؟ كل المؤسسات اليوم باكترية اللي عم بحكي عنها انا اسعارها مثل اسعار بتلاقيها برا بالسناكات اللي موجودة برا، اذا مش ارخص، اذا مش ارخص كوني اكيد اذا مش ارخص، بنوعية اكتر من جيدة. اوكي، نحن مسؤولين عن السلامة العامة، نحن مسؤولين عن مطابخنا، مسؤولين عن سلامة زبايننا، مسؤولين عن النظافة. وانت عم تطلعي وتشوفي نوعية المي بالبسين اللي عم هيدا عم بيكلف 24 على 24 خدمات، بغياب كل خدمات الدولة على رقصات كهرباء. كهرباء كانت تكلف 8%، كهرباء عم تكلفنا اليوم بين 28 و30% من مدخولنا. وللأسف لحد اليوم 4 سنين مرقوا ما في حل ولا مشكلة بهالبلد. لو ما في قطاع خاص موجود ما بقى زلمة يعيش بهالبلد. تركونا نصيف. أثبتت امبارحة وتهنئة لمديرية المخابرات والدجاج لكل الأجهزة اللي تعاونت امبارحة. اللي كان عم بيسألني إذا هالحادث اللي صار امبارحة هو رح يأثر على الموسم السياحي، أكيد، بس رح يأثر إيجابا لأنه أثبت لبنان اليوم أمنه ممسوك. نحن اليوم رايحين على صيفية كتير حلوة، في قرار سياسي بأنه نحن نرجع للحظيرة العربية، في قرار سياسي اتخذ بأنه نرجع للحظيرة العربية، كلنا بدنا هالشي. السائح العربي هو أهم سائح بلبنان، كان معدل إنفاقه بال 2018 و17 $13,000 بسفرته على لبنان للشخص الواحد، بينما الأجنبي كان بال 2000 و3000 دولار. السائح العربي هو مستثمر، هو ابن البيت، هو بحس حاله بتواصل دائم مع لبنان، لبنان عبر فشخة لإله، ولبنان بيأمن له كل شيء بيتمناه برحلته السياحية، هذا بيته. ندعيهم يرجعوا يجوا على لبنان. ندعي كل اللبنانيين اللي عايشين برا يقضوا صيفيتهم بلبنان، نحن بعدنا جاهزين، بعد السياحة بلبنان عندها نكهة شخصية. إذن ورغم كل الصعوبات والأزمة الاقتصادية رح يضل اللبناني يحب الحياة ويعيش فصل الصيف كل واحد حسب قدرته، من المسابح الشعبية وصولا إلى المسابح الفايف ستارز، على أمل أنه يكونوا هالثلاث أشهر واعدين ويعيدوا الحياة إلى لبنان.